وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حسين مكي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلديات والزراعة. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن ما أهمية إنشاء مشتل لنبات القرم وما علاقته في تحقيق أهداف المملكة؟ مساكم الله بالخير جميعا. طبعا في البداية يأتي هذا المشتل استكمالا للجهود التي تقوم فيها مملكة البحرين لتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد ولي العهد الأمين، وذلك خلال غلاسكو، مؤتمر غلاسكو الذي أعلن فيه بمضاعفة أشجار القرم بأربعة أضعاف، وكذلك بمضاعفة التشجير في مملكة البحرين إلى 30% بحلول 2035. هذا المشتل مثل ما سبق وتكلمنا أنه يمثل رافدا حقيقيا لأشجار القرم التي أعلنها سيدي صاحب السمو، مما يشكل أيضا رافدا لشتلات القرم ذاتها لنقلها إلى البيئة البحرية ويعزز من قيمتها الحيوية. لو تحدثنا أكثر سيد الكريم عن أهمية نبات القرم ذاته وماذا بعد هذا المشتل، يعني اليوم نحن أمام هذا المشتل الكبير وتم زرع آلاف البذور من هذه النبتة، ماذا بعد يعني نمو هذه النبتة في المشتل، ما هي المرحلة اللاحقة؟ شكرا لكم. حقيقة هو بعد أن قمنا الآن بزراعة هذه البذور، الآلاف من هذه البذور سيتم نقلها إلى البيئة البحرية إن شاء الله. سنبدأ في ذلك في نوفمبر القادم، سنبدأ بنقل مجموعة من الآلاف البذور الشتلات إلى البيئة البحرية بهدف أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأيضا اللي هو اللي تكون موئلا للقشريات والكائنات البحرية المختلفة. ومن ثم إن شاء الله المرحلة الأخرى ستكون ألا وهي نقل باقي الشتلات خلال شهري فبراير ومارس وابريل عام 2023. هذا بالإضافة أن لدينا خطة أخرى لإنشاء مشاتل أخرى تكون بسعات كبيرة أكبر حتى من الموجودة حاليا. نعم السيد حسين مكي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.